عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. اليوم غادي نرجعوا شوية للبيانو وغادي نحيدوا من الميكساج. كيما كتعرفوا البيانو اكو ولا دغوات ولا كاينين حتى البيانو الكتريك كيكون فيهم 88 توش الأغلبية. من هاد 88 توش كنخرجوا منها 7 ديال اوكتاف كيما كتلاحظوا معايا هنايا. نبدا لكم من الاوكتاف الدو غراف، هذيك كنسميوها الدو الان. الاوكتاف الثانيه كنسميوها الدو دو. الاوكتاف الثالثه كنسميوها الدو 3 وغادا. اليوم غادي تعرفوا على كيفاش غادي تلعبوا من دو الان حتى الدو الويت. يلا هو معانا تتسويت. دونك فوالا، بعد ما لعبنا في الحلقات الاولين اللي عطيتكم فيها من دو حتى الدو يعني اوكتاف واحد، ولعبناها في حال هكذا دو غي مي فا صول لا سي دو، دو غي مي فا صول لا سي دو، وتعلمنا ليها كيفاش كنرجعوا دو سي لا صول فا مي غي دو. كذلك بالقوشية تعلمتوا دو غي مي فا صول لا سي دو، دو سي لا صول فا مي غي دو، وتعلمنا ليها بجوج دو غي مي فا صول لا سي دو، دو سي لا صول فا مي غي دو. هادشي عرفناه في الحلقات الاولين. دونك كما لاحظتوا معايا لعبنا دو من هنا حتى لهنا سيتادير اوكتاف. الو كيفاش غادي نلعبوها الا بغينا نلعبو دو اوكتاف، سيتادير من دو الكات حتى دو السيس. دونك نلعبوها على هذا الشكل لا 1 2 3 1 2 3 4. كنمشيو لا 1 2 3 4 5. C'est-à-dire وكيما كتلاحظوا معايا الضوء الاخرانية لعبات طاحت في صبع السيكيام، وهذه هي الطريقة الصحيحة. في الرجعة سي لا ميم شوز، 5 4 3 2 لأن طوى دو، لأن الكات طوى دو، لأن طوى دو، لأن إلى لاحظتوا معايا ديما طوى إكات. دابا غادي نشوفو القوشيه دو كنلعبوها بسيكيام، 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1. دونك عندنا ديما 3
4-3-4-3-4. C'est-à-dire il a brûlé le psyou. Mais là, حتى là. وغادي دابا غادي نحاولوا نلعبوهم بجوج ايدين وبشويه علينا. كما كتلاحظوا الضو الكوشيه طاحت في الان وفي الليبليه طاحت في السانك. الوغ دابا غادي نديرو واحد ليكزارسيس اللي كنسميه انا الرياضات الاصابع. طبيعه الحال كل واحد فيكم باغي يبدا يزرب في اللعب، وهذه الطريقه هي اللي خصنا نديروها على اقل واحد نص ساعه حتى 45 دقيقه في النهار. هذه الطريقه هي عاديه ولكن خصكم تلاحظوا معايا بزاف وتركزوا معايا بزاف. غنبدا لكم في الاول باليد اليمنيه، واليد اليسريه كتشدها عندك. الوغ كنلعبوا هاد ثلاثه الاصابع هما الاولين كيديروا لونطريمون، هادو شدهم عندك حتى هما. الوغ كنديروا دو دو دييز بدو وري بتروا، وكنمشيو دو دييز بالان وري بدو والمي بيمول بالتروا، وكنمشيو عاوتاني الري بالان دو مي بيمول اي مي الري مي مي بيمول بي فا مي فا فا دييز فا فا دييز سول فا دييز سول سول دييز سول سول دييز لا سول دييز لا سي بيمول لا سي بيمول سي سي بيمول سي دو سي دو دو دييز دو. تحت هنا في السبع التالي غادي نعاودها لكم شويه زربانه واحد شويه باش تفهموها. وإلا بغيتو تجربوها كتلعب في الطريقة. ودابا غادي نرجعو بها وبيسر نبداو بالصبع الثالث. كنساليو بالصبع الثالث. دابا خدمنا الصبع الاول
الثاني والثالث. دابا غادي نخدمو صبع الثاني والثالث والرابع. وغادي نرجعو معاها بيان سور. دابا غادي نمشيو للصبع الثالث والرابع والخامس. وغادي نرجعو بها. وبيان سور هاد الاكزيرسيس اللي درنا باليمنية خصنا نديروها حتى باليسرية، كوم سا باش الرياضة الأصابع يكونوا بعشرة يطيروا ويعاودوا يرجعوا كيطيروا. فوالا سيداتي وسادتي، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هاد الحلقة، والحلقة الجاية إن شاء الله قررت باش ندير حلقة نعطي فيها لي كور تاع بيانو، والحلقة نعطي فيها هاو تو بلاي، يعني كيفاش كتلعب هاد الأغنية. ومن دابا يمكن لكم تكومونتيو ليا أي أغنية بغيتو تعلموها، بيان سور لوكسيدونتال وماشي لوريونتال، وأنا غادي نوريكم كيفاش تلعبوها افيك غون بليزير. فوالا عزيزي عزيزاتي، كنتمناكم تكونوا استفدتوا معايا في هاد الحلقة، وما تنساوش ليا واحد اكزاكتومون، وإن شاء الله نتشوفوا الحلقة القادمة.